في حفظ الله ورعايته مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، هكذا تعلن انطلاقه شوط الختام، شوط الوداع. هذا الشوط الذي ودع اشواطنا في هذا المساء، شوط الجعدان، مقدمه هذا الشوط المركز الاول اللي على المقدمه ابو دليك اللي ايضا لعثمان عبد الباقي اللي على القيادة. المركز الثاني، ثاني المراكز يتواجد هناك الحاضر الذي يحمل رقم 6 اعتقد، اللي هو ايضا مصدع لناصر سعد على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتواجد بحضوره شاهين الصديق محمد عطا المولى على المركز الثالث. والمركز الرابع وصل وتحرك ايضا مشغل لاحمد عيسى الصديق، ولكن مقدمة الشوط البداية الاولى ابو دليك المسيطر على المقدمة، مسيطر ابو دليك لعبد ايضا لعثمان عبد الباقي، ولكن شوف اللي وصل مشغل لاحمد عيسى الصديق قادم على المركز الثاني، بدا يتحرك ولكن ما حرك عثمان عصاته ببطانه، العصام ثبته يتلاعب بالامتار لله درك يا عثمان عبد الباقي على هذا الحضور بدون اي اوامر. ابو دليك اصدر الاوامر وانطلق، طار على المقدمه هنا بهذا الاداء الجميل. سلام بودليك سلام، ولكن وصل ابن العطا تحرك شاهين الصديق محمد عطا المولى في اللحظات الأخيرة. أبو دليك سلام، بودريك سلام من ميدان الجبيب إلى أبو دليك بالسودان. تهانينا لعثمان عبد الباقي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني أيضا الصديق محمد عطا المولى، المركز الثالث وصل فيه مشاهدي الكرام مشغل لأحمد عيسى الصديق. التوقيت 2:18. تهانينا والناموس للسيد عثمان عبد الباقي على فوز أبو دليك بهذا الشوط.